وفي جولة المحافظات كمان معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها استكمال مشروع الصرف الصحي بالصنباط ومحطة معالجة سيلة في الفيوم وزراعة 2300 شجرة بمختلف الإدارات التعليمية في أسوان. كمان امبارح في أخبار المحافظات تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة ل 145 ألف سيدة في محافظة المينا. كمان كان هناك انطلاق ل 50 رحلة بالون طائر وكان على متنها 1250 سائح في الأقصر، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقريري القادم. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الفيوم اللي تم فيها استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية السنباط بعد تعثر المشروع وتوقف العمل به منذ عام 2011، وكمان استكمال محطة معالجة سيلة بمركز الفيوم واللي كان توقف العمل بها منذ عام 2015. في قنا شهدت المحافظة استلام أثاث مكتبة مصر العامة تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف مسؤولي الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات في أسرع وقت ممكن بجانب عدم استلام أي أثاث غير مطابق للمواصفات. في أسيوط تم تنفيذ أعمال رصف طريق أسيوط البداري الزراعي ضمن خطة المحافظة للتطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق لخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين. في أسوان قامت مديرية التربية والتعليم بزراعة 2300 شجرة بمختلف الإدارات التعليمية الخمسة، وده ضمن منظومة زراعة الأشجار المخصصة للمحافظة بإجمالي 125 ألف شجرة ظل ومثمرة للحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف. في المنيا تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة ل 145 ألف منتفعة خلال شهر مارس، وده ضمن جهود المحافظة للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين. في الإسكندرية أعلنت شركة المياه عن انقطاع الخدمة النهاردة عن عدة مناطق غرب الإسكندرية بسبب أعمال توسعة الطريق في خط رئيسي 1000 متر، وده هيؤدي إلى انقطاع المياه عن مناطق من الكيلو 36 للكيلو 62 بحري طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي ورافع مدينة الحمام، وهيتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال التوسعة والنقل. في الدقهلية شهدت المحافظة تسليم الدفعة 23 من لحوم إطعام الطعام بإجمالي 3 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة. في الأقصر انطلقت 50 رحلة بالون طائر على متنها 1250 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة وبعد موافقة هيئة الأرصاد الجوية على الإقلاع.